السلام عليكم طلاب الصف الرابع، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بحل تمارين درس أولويات العمليات من كتاب الطالب صفحة 73. سؤال 7، مع سهاد 35 دينارا صرفت منها 7 دنانير ووزعت الباقي على أبنائها وعددهم 4، كم دينارا أخذ كل منهم؟ إذا سعاد لديها 35 دينارا صرفت منها، تعني ناقص 7، ووزعت أي قسمت الباقي على أبنائها اللي عددهم 4. نلاحظ أن الأولوية هنا لعملية ما داخل الأقواس، فـ 35 ناقص 7 28، 28 قسمة 4، فالجواب 7 دنانير أخذ كل من أبنائها. سؤال 8، مشتريات. اشترت تارا 4 كتب و6 علب ألوان. إذا كان ثمن الكتاب الواحد 5 دنانير وثمن علبة الألوان دينارين، فكم دينارا دفعت؟ مبدئيا يجب أن أجد ثمن 4 الكتب وثمن 6 علب ألوان. إذا راح أحكي 4 ضرب 5، 4 كتب وكل كتاب ثمنه 5 دنانير، زائد 6 علب ألوان وكل علبة ثمنها دينارين. فـ 4 ضرب 5 20، و6 ضرب 2 12. آخر خطوة نقوم بجمع 20 زائد 12، فالناتج 32 دينار دفعت ثمنه. سؤال 9، اكتب العدد المناسب في المربع. خمسة ضرب ستة ناقص عدد، الجواب 26. لاحظ إنه أنا عندي ضرب وعندي طرح، فالأولوية للضرب. 5 ضرب 6 30، 30 ناقص أي عدد بيعطيني 26؟ العدد هو 4. الآن عندي هون أقواس، فالأولوية للأقواس. 5 زائد 7، الجواب 12. 12 ضرب عدد بيعطيني 48، يعني 12 ضرب عدد مجهول، الجواب 48. إيش العدد اللي إذا ضربته أنا بيه 2 أعطاني 8؟ هو 4. نتأكد، هل 4 في 1 4؟ لا، صح. إذا الناتج هو 4. نلاحظ هنا لدي قوسين، فأجد القوس 3 زائد 9 12. 12 ضرب أي عدد بيعطيني 120؟ نلاحظ إنه أنا هون ضفت 0، إذا أنا ضربت ب10، أي يجب أن يكون هذا القوس ناتجه يساوي 10. طيب 18 ناقص أي عدد بيعطيني 10؟ ناقص 8. 10 تقسيم 2، 5. 5 ناقص إيش بيعطيني؟ 2. طبعا 5 ناقص 3، إذا يجب أن يكون حاصل هذا القوس يساوي 3، أي 24 تقسيم 8 يساوي 3. مهارات التفكير، أكتشف الخطأ. حسب شاهد الناتج كما يأتي، 9 ناقص 2 ضرب 3 21، أبين الخطأ الذي وقع فيه وأصححه. الخطأ الذي وقع فيه أنه بدأ بعملية الطرح، يعني حكى 9 ناقص 2 7، و7 ضرب 3 الجواب 21، وهذا خطأ، لأن الضرب هي الأولوية قبل عمليات الطرح، يعني بحكي 2 ضرب 3 6، و9 ناقص 6 3، هذا هو الصواب، والخطأ أنه لم يقم باتباع أولويات العمليات الحسابية. مسألة متعددة الخطوات، في حصالة باسم 6 أوراق نقدية من فئة الـ5 دنانير،
وأربعة أوراق من فئة العشرة دنانير إذا صرف ثمانية دنانير منها، فكم دينارا بقي معه؟ إذا ستة أوراق، يعني أنا كأنه معي ست خمسات وأربعة عشرات، فنجد أولا كم معي من النقود من فئة الخمسة؟ ستة ضرب خمسة 30. كم معي نقود من فئة العشرة؟ أربعة ضرب عشرة 40. فنقوم بعملية جمع 30 زائد 40، فمعي بالحصالة 70 دينارا، لكنه صرف منها 8 دنانير، أي 70 ناقص 8، إذا تبقى لدي 62 دينارا. استعمل كل من الأرقام مرة واحدة ليصبح التعبير الآتي صحيحا. إذا عندي أنا قوسين، ناتج جمعهم يساوي 11، والأرقام اللي عندي 8 و 3 و 2 و 1، عندي أول قوس ضرب وثاني قوس قسم. طيب خلينا نشوف، مثلا لو جيت جربت أنا هون 4، 4 ضرب مثلا حط 2 على فرض 4 ضرب 2 8، هون أنت بالتجربة رح تزبط، زائد 3، طبعا لما أنا هدول اخترتهم ضل 3 و 1، فأكيد رح أحط 3 تقسيم 1 وليس العكس، 3. هل 8 زائد 3 بيعطيني الجواب 11؟ نعم صحيح. السؤال الأخير أيضا تحدي، استعمل كل من الأرقام 2 و 3 و 4 و 5 ليصبح التعبير الآتي صحيحا بنفس الطريقة، لكن الإجابة هي 13. طبعا من خلال التجربة احنا من اثناء الحصة عرفنا انها 5 ضرب 3 15 ناقص، طبعا شو ضل عندي انا لما شلت الخمسة والثلاث؟ 4 و 2، و 4 تقسيم 2 2، نلاحظ ان جواب هذا القوس هو 15 ناقص 2، فعلا اعطاني 13. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم يا رابع، يعطيكم العافية.